أهلا بكم إلى أهم أخبار الجزائر وهذه عناوينها: إطلاق سراح جزائري من سجن غوانتانامو بعد 20 عاما، العثور على الطفل المفقود في المسيلة، ومحرز يسجل الهاتريك ويفوز بجائزة رجل المباراة. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الإفراج عن مواطن جزائري محتجز منذ 20 عاما في معتقل غوانتانامو، ويتعلق الأمر بجزائري يبلغ من العمر 52 عاما تم اعتقاله في باكستان عام 2002. واعتبرت الولايات المتحدة أن سجن الجزائري لم يعد ضروريا. تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة من العثور على الطفل المفقود في منطقة بئر هاني داخل بئر جافة بعمق حوالي 20 مترا، وأوضحت المصالح المختصة أن الطفل عليه آثار كدمات في القدمين. سجلت مصالح الدرك الوطني مصرع 16 شخصا وإصابة 87 بجروح متفاوتة الخطورة في 38 حادث مرور خلال اليومين الماضيين. كما أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية أن وحداتها سجلت 2058 تدخلا في مختلف الولايات. كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات اقتناء 500 دواء لتعزيز مخزون الصيدلية وصيدليات المستشفيات، خاصة منها التي عرفت ضغطا خلال الأيام الأخيرة، مبرزا أن السلطات لم تدخر أي جهد من أجل توفير الوسائل المالية اللازمة لتوفير العلاج. كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمة الجامعية أن رقمنة قطاع الخدمة الجامعية تجاوزت 90% على أن يتم الانتهاء من المشروع قريباً بغية جعل الدخول الجامعي 2023-2024 رقمياً بامتياز، ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الصحة. سجل رياض محرز هاتريك وقاد فريقه مانشستر سيتي للفوز على شيفيلد يونايتد والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وفاز محرز بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله الثلاثية ونيله للثناء بسبب مستواه الكبير. نهاية النشرة، إلى اللقاء.